اسم العمل واي مي. فراح اشرح لكم الفكره. هو 2005 2006 واي اكو ناس يعني جبروا انه يطلعون خارج هجره او يعني بسبب الاوضاع العامه باعتبار هم يعني قاموا يحسون نفسهم ما ينتمون لهاي المنطقه. فبهاي المرحله اللي طلعوا بيها اكو ناس راحوا المكان مجهول واكو ناس راحوا بهجره غير شرعيه وهاي الهجره ادت بيهم للبحر وماتوا واكو ناس راحوا لمخيمات. فانا بسوي هذا العمل هسه اذا تطلب مكان مهند اي واحد راح يقعد مكان مهند راح ينتقل لغير مكان يقدر يشوف نفسه بالتلفزيون راح ينتقل لغير مكان. اسم العمل واي مي. يعني ليش اني من دون كل هاي البشر او الناس اللي عايشين بهاي المنطقه انجبرت اني اطلع واي مي؟ يقدرون اي واحد يحب يقدر يدخل بهاي المنطقه.